يقول أريد أن أدرس الطب ولكن قلبي مع دراسة الشريعة، أيهما أكثر بالأجر؟ كلاهما خير، هذا خير وهذا خير. ادرس الطب، الناس بحاجة لأطباء مسلمين يثبتون الناس ويذكرونهم بالله، لأن المريض يتعلق بالطبيب تعلقا عظيما. سبحان الله، أنا أقول ادرس الطب، والشرع يمكن أن تدرسه يعني في أوقات فراغك إن شاء الله تعالى، يعني فراغ الدراسة يمكنك أن تدرس الشرع. وكثير من الأطباء أنا أعرفهم طلبة علم شرعيون، فادرس الطب واطلب العلم الشرعي، لا يمنع إن شاء الله تعالى.